ناس بتقول لك يا عمر انت بتتكلم عن ربنا وانت بتقف وسط الناس اللي عماله تشرب والخمره والرقصات واللي واللي, وانت تعرف ربنا منين؟ لا طبعا ربنا مش بتاعك وما ادالكش توكيل, ربنا بتاعنا كلنا وكل واحد. انا عند حسن ظن عبدي بيكون كلنا عباده وكلنا نتكلم يعني كلنا نتكلم معاه, مش كده ما قالكش انت اللي تشوف عبادي بيعملوا ايه فانت اللي يجي يقول لك انت بقابل كتير ناس على النت وانت وفلوسك وانت مالكش فلوسك حرام ربنا طيب ما يقبلش الا طيب. يعني انا عشان بتعب وبروح انقذ واحد هيعمل عمليه قلب ممكن لا قدر الله يموت اساعده, واحد اغسل له او واحد اجيب له علاج واساعده في ايجار او اطلع واحده. تقول لك لا الفلوس دي ما تخشش اصلا في فلوس حلال. انت مين قال لك؟ مين قال لك يعني ربنا مش هيقبلها مني انا ساعدت عبده؟ يقول لك لا ممكن لن يتقبل. انت مين قال لك كده بقى؟ يعني مين قال لك كده برضو؟ يعني انا طلعت واحده من السجن عليها مثلا الغريمه ب 3000 جنيه انسانه يا عيني سايبه عيالها مثلا سايبه عيالها وحياتها تضيع عشان 3000 جنيه ولا واحد يا عيني هيطرد عشان على عليه مثلا 7-8000 جنيه ايجار متراكم ولا واحد يعني ولا دبحت واكلت الغلابه ولا ساعدت في دار ايتام ولا عملت عمل خير وكلها اخدمه مجتمعيه. اذيت مين يعني انا اذيت مين؟ عايز اعرف. لا انا عندي قناعه ان ربنا انا يعني عمرك ما اذيت حد يا عمر؟ لا والله العظيم خالص 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 خالص. عمر ما حد اذاك وفكرت تاذيه؟ اول حاجه في حياتي الميزان الرقم واحد انا اذي مين؟ دي القاعده. انا بقول لك يعني انا قناعتي ان انا في دم ربنا اول حاجه هيحاسبني عليها ان انت اذيت مين من العباد. دي حقيقه لحق العباد. طبعا حتى لو كسرت خاطره بكلمه تقول كلمه واحده دي تعكر لك بحر كامل. ان انا نايم واحد متضايق انا صح. شايف ان دي اكبر كبيره في الحياه. عمرك ما نمت حد متضايق؟ لا ويا رب ما اكون عن قصد الله اعلم اللي يعني يا رب ما اكون يعني عملت كده في حد بس ما اظنش يعني. ايه لما حد بيضايقك بتعمل ايه؟ انا برضو يعني انسان واثق في نفسي صعب حد يضايقني, محدش بيضايقني الحمد لله. والله خالص في علاقه حب ممكن حاجه كده الكلام ده كله في الحياه عموما محدش يضايقني. انا انسان على فكره يعني تعبت ولفيت ورحت وجيت فانا دماغي كبيره قوي فصعب ان حد صعب حد يضايقني. مش مستاهله اصل اللي ضايقني ده يبقى انا سمحت له ايوه ان هو يضايقني وانا مش بسمح له يضايقني خالص. طب لو بتحصلش كده ما انا قلت لك بلاش كام مره جواز صح؟ بلاش كم مره حبيت؟ مرتين. ها مرتين حبيت او مره ولو ضغطت عليك مره او مرتين طب ليه ما كانش في نصيب؟ لانه لغايه دلوقتي انت ما اتجوزتش فاحنا هنقول ايه؟ انا ربنا انا بجد واخد دعوتهم. انا ما فيش حاجه في حياتي اقدمت عليها وباظت مسك كنت انا رايح لها بقلبي قوي وكده بعد كده اكتشف ان هي ما كانتش هتنفع لي. ماما بتروح معاك؟ لا مش تروح معايا طبعا. طب ايه رايك في الجواز العرفي؟ كويس احسن لان الناس بتخش كل حاجه غبوصه. بجد قالك ده اتجوزوا بتشريكي طلعه. بصي انا بشوف انا كانوا مستنيين طلعي ما بقيش سنه ونص متجوز ده قالك ها يعني ليه اعوذ بالله ليه وانا ساعات يعني بشوف الراجل جه غنى وبسط ومشي وليه؟ يا ربنا يا رب يسعدك حبيبي ويرضيك وتقعدي 300 سنه يا رب سعيده يا رب. ابعد عنك بعيد